بدورها أعلنت القوات المشتركة العراقية أنها تمكنت من اقتحام مدينة هيت والوصول إلى مركزها وطرد تنظيم داعش منها. وبحسب بيان لها فإن المعارك مستمرة في مناطق ثانية حتى استعادة كامل المدينة، فيما تم نقل العائلات النازحة إلى ناحية كبيس. في هجوم مدروس أعدت له القوات العراقية قبل تنفيذه، تمكنت قوة من جهاز مكافحة الإرهاب واللواء 73 من الفرقة 16 مدعومة بالقوة الجوية العراقية وطائرات التحالف من اقتحام هيت والوصول إلى مركزها ورفع العلم العراقي على بنايات مركز المدينة بعد طرد عناصر تنظيم داعش منها. وبحسب بيان صادر عن قيادة العمليات المشتركة فإن المعارك مستمرة لاستعادة باقي مناطق هيت في وقت أجلت قوات مكافحة الإرهاب عددا من العائلات النازحة، إذ تم نقلهم إلى ناحية كبيسة جنوب غرب هيت التي استعادتها القوات العراقية من يد داعش قبل أسبوع. الناطق باسم قيادة العمليات العميد يحيى الزبيدي قال إن استعادة هيت مهمة للغاية لأنها تقطع خطوط إمداد داعش وتمكن مدن حديثة وهيت والبغدادي والرمادي وصولا إلى العاصمة بغداد من التواصل، كما تمكنت القوات المشتركة من استعادة معسكر تدريب هيت الواقع شمال غربي المدينة بعد عملية التفاف وطوقت مسلحي داعش وكبدتهم خسائر كبيرة. وكانت القوات العراقية فرضت منذ أسبوع حصارا على هيت من الجنوب والشمال، فيما أشار قائد عمليات الجزيرة إلى أن التنظيم سحب مقاتليه من كبيسة وهيت إلى مدينة القائم الحدودية مع سوريا. استعادة القوات العراقية لمدينة هيت على نهر الفرات تفتح الباب أمامها لاستعادة مناطق تقع إلى الغرب من الرمادي وصولا إلى القائم. سيطرة القوات العراقية على هيت القريبة من قاعدة عين الأسد الجوية، حيث يعمل مستشارون عسكريون أمريكيون على تدريب القوات العراقية، ستدفع داعش نحو الحدود السورية وتبقي الفلوجة المعقلة الوحيدة المعزولة للتنظيم في الأنبار والأقرب إلى بغداد. صفاء الضاحي، الحدث.